الحلقه دي احنا هنسلم فيها الكلبه الكوكر اللي كانت موجوده للتبني. قلت لكم ان التايه دي واحد صاحبي لقاها في الشارع، كانت تايه تقريبا من حد من اصحابها. الكلبه كانت مليانه اوراق وجسمها كان مليان ديدان، شعرها كله كان بيقع، كان عينيها فيها عمص. جاب لي الكلبه الحمد لله اتعالجت، خدت الورقه بتاعت الديدان بتاعتها، خدت البودره بتاعت الحشرات والبوتوكس عشان الاوراق والكلام ده. الحمد لله الكلبه كان فيها مشاكل كتير جدا، كلها الحمد لله اتصلحت. اول ما اتعالجت الكلبه دخلت نزلت بوست على الفيسبوك وعلى الشانل بتاعت اليوتيوب، قلت ان هي متاحه للتبني. طلبت ارقام الناس الحمد لله، في كذا حد كلمني، كنت بدور على حد يعني يتقي ربنا في الروح اللي هو ياخدها ما يبيعهاش، ما يبقاش واخدها عشان تجاره او كده. استاذ محمد اتصل بيا قال لي ان هو عايش في الشيخ زايد جنبي، فهياخدها ويحطها عنده في فيلا وكده كده. الكلبه الحمد لله ما فيش فيها اي مشاكل. الف مبروك عليك يا ريس، خلي بالك منها. تمام. الكلبه الحمد لله درجه حرارتها سليمه ما فيش فيها اي مشكله. ورقه الدم بتاعتها لسه واخداها، مفيش عندها اي مشاكل خالص. هتاخدها بس تديها الحقنه بتاعت الصوار بتاعتها عشان لو لا قدر الله دي بتبقى مره كل سنه. تمام. السوماني والكلام ده الكلب عشان احنا طبعا مش عارفين اسمها ولا سنها، مش عارفين جرعاتها ماشيه ازاي ولا الشهاده. تمام. فالسوماني مش هيبقى ليه لازمه غير ان انت تبدا تدي من الاول ثاني، يعني هتدي مثلا جرعتين او ثلاثه حسب الشركه التعليمات اللي هي قايلها. تمام. وبعد كده هيبقى سنوي. طبعا مصاريف كبيره على كلب سنها كبير زي دي خلاص هيعدي، والفكر بتبقى معناته كويسه. فالفكره فما فيش خوف من التطعيم ان هي ما تاخدوش يعني. تمام. الحاجه الوحيده اللي بتكون خطر ان هي تاخد التطعيم بتاع الصوار، عشان بس لو كلب عضها وهي عضت طفل او اي حاجه يا دوب يتطعم والموضوع يبقى سهل، ما فيش منه اي مشكله يعني. تمام. الف مبروك يا استاذ حبيبي. شكرا.